السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم دلوقتي عن البريست فيدينج. طيب ايه الاوتلاينز اللي هنتكلم عنها؟ هنتكلم عن اولا البريست ميلك برودكشن ازاي بيحصل، ايه الساينز بتاعت الاكسيتوسين ريفلكس، ايه الفاكتورز انهانس اور انكريز اكسيتوسين ريفلكس، فاكتورز انهبيت اور ديكريز اكسيتوسين ريفلكس، كومبوزيشن اوف بريست ميلك، والاكسكلوسيف بريست فيدينج، criteria of successful breastfeeding and criteria for adequate breastfeeding, breast milk expression or pumping and storage, aid methods or ways of breast milk expression, and finally storage of breast milk. طيب اول حاجة هنتكلم بقى عنها introduction لbreastfeeding. Breastfeeding is the most natural way to feed your baby. It provides all the nutrition your baby needs during the first 6 months supply, satisfies their hunger and thirst at the same time. It also helps to create a loving bond between you and your baby. يعني ايه الكلام ده؟ يعني breast feeding مش مجرد ان هو way to feed your baby بس، يعني مش طريقة بس ان انت بتديله غذاء، لا بالعكس، ده هو يعني مش بيسد العطش ومش بيسد الجوع اللي هو بيبقى الطفل فيه، لا ده هو كمان مسؤول عن حاجة psychological بتزود الاتاتشمنت واللوفينج ما بين الطفل وما بين امه. يعني الطفل اللي هو بريست فيد مش زي الطفل اللي بياخد artificial feeding، اكيد هيبقى في فرق في psychological status بتاعته. طيب احنا دلوقتي هنتكلم عن الميكانيزم اوف بريست فيدينج، ازاي بيحصل البريست فيدينج. البريست فيدينج بيبدا بمجرد البيبي ما بيعمل ساكينج للبريست، مجرد ما بيبدا الساكينج بتاع البريست ده بيعمل ستيميوليشن للبرين، وخاصه في البرين البيتوتري جلاند، فدي بتبدا تعمل عندي تفرز لي تو هرمونز، برولاكتين هرمون اند اكسيتوسين هرمون. كل واحد فيه ليه وظيفه، ايه بقى الوظايف بتاعتهم؟ البرولاكتين ده مسؤول عن ميلك برودكشن، بيكون اللبن جوه البريست، ولكن علشان اللبن ينزل من البريست للبيبي دي حاجة تانية اسمها ميلك للدوين، وده اللي مسؤول عنه الاكسيتوسين هرمون. وده عندنا برضو رسم توضيحي بيبين اللي بيحصل او تو هرمونز بيشتغل ازاي. عندي هنا البيتوتري جلاند طلعت لي البرولاكتين هرمون والاكسيتوسين هرمون. طيب البرولاكتين هرمون اللي هو مسؤول عن الميلك برودكشن، وده السهم الاورنج اللي هو بيبين ان الميلك برودكشن اتكون في البريست، فالسهم حتى قصير لان الوظيفة بتاعت البرولاكتين انتهت على ان اللبن اتكون في البريست. طيب عشان اللبن يطلع من البريست للبيبي ثرو النيبل، ده مش برولاكتين وقف عند كده، هيبدا يشتغل مين؟ هيسلم وظيفته للاكسيتوسين. الاكسيتوسين هرمون ده المسؤول عن الميلك ايجكشن، الميلك ايجكشن او الميلك ليت داون او الميلك فلو، كلها مصطلحات بتدل على يعني معناها نزول اللبن من البريست للبيبي عن طريق النبل. ايه بقى الساينز اوف اوكسيتوسين ريفلكس؟ اول حاجه بينفول تراين كونتراكشن sometimes with a rush of blood، احيانا بتحس الام بتراين كونتراكشن، ممكن يبقى معاه نزول بلد او لا. بعد كده بتحس بصادن سيرست، مرة واحدة تحس نفسها عطشانة جدا. بعد كده ممكن برضو milk spraying from breast or leaking from breast which is not being suckled. يعني ايه؟ يعني مرة واحدة من غير البيبي ما يعمل suckling للبريست، في شوية لبن بينزلوا من البريست او شوية طرطشة لبن زي ما بتتقال كده. طيب دي برضو علامة على الاكستوسين ريفلكس. في ايه تاني عندنا علامة على الاكستوسين ريفلكس؟ feeling a squeezing sensation in breast، بيبقى البريست كأنه في عصر كده او squeezing sensation، يبقى دي كلها علامات للاكستوسين ريفلكس. يا اما تحس بتراين كونتراكشن او تحس بعطش مفاجئ، يا اما البريست يبقى في حاجتين، يا اما في spraying يعني طرطشة كده من غير طرطشة ملك، من غير ما يبقى فيه ساكينج من البيبي، او في سكويزينج سنسيشن في البريست. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا على الساينز اوف الاكسيتوسين ريفلكس، عرفنا بقى قبل كده ايه الساينز بتاعت الاكسيتوسين ريفلكس. طيب ايه الفاكتورز بقى اللي بتزود الاكسيتوسين ريفلكس، وايه الفاكتورز اللي بتقلل الاكسيتوسين ريفلكس؟ عندي كل بوزيتيف فيلينج ما بين الام والبيبي بتاعها
دي بتزود الاكسيتوسين ريفلكس، وعلى النقيض كل النيجاتيف فيلينج ما بين الام والبيبي بتاعها بتقلل الاكسيتوسين ريفلكس. هنشوف بقى زي ايه، ايه بقى الفاكتورز اللي بتزود الاكسيتوسين ريفلكس؟ seeing hearing touching and thinking lovingly about the baby. مجرد بس ما الام بتشوف او تسمع او تحس او تفكر بس بحب كده في البيبي بتاعها، ده بيزود الاكسيتوسين ريفلكس. تاني حاجة mother feeling pleased about the baby، ان هي تبقى فرحانة بالبيبي بتاعها. ليه؟ هو حد يقول لي هو في ام بتبقاش فرحانة بالبيبي بتاعها؟ طبعا في امهات كتير بتدخل في بوست بارتم بلو او بوست بارتم ديبريشن، ده بيخليها مش طايقة نفسها ولا طايقة البيبي ولا طايقة اي حد قدامها. في امهات تانية بيبقى عليها ضغط او ستريس من اسباب تانية، يعني دي بتخليها برضو تبقى علاقتها مش كويسة مع البيبي. فمجرد احساسها ان هي مبسوطة بيه ده بيزود الاكسيتوسين ريفلكس. بعد كده mother confidence that her milk is best، اعتقاد الام بس وثقتها ان الميلك بتاعها ده هو الصح واحسن طريقة للفيدينج وان هو كافي وكفاية لابنها، ده مجرد بس اعتقادها او ثقتها في ان هي اللبن بتاعها افضل حاجة للفيدينج ده بيزود اكسس ريفلكس. طيب بعد كده ايه؟ relaxation and getting comfortable for feeds. الريلاكسيشن نفسه بيزود زي ما قلنا في البداية، كل البوزيتيف فيلينج، كل البوزيتيف فيلينج زي ان هي تفكر فيه بحب، ان هي تبقى مبسوطة بيه، تبقى واثقة ان اللبن بتاعها كويس، تبقى ريلاكسد، كل ده هيزود الاكسيتوسين ريفلكس. طيب ايه بعد كده؟ expressing a little milk and gently stimulating the nipple. دي حاجة بقى فيسيولوجيكال، ان هو يعني هنعتبر الاستيميوليتنج بتاع النبل ده كأن حصل ساكنج من البيبي، فده في الميكانيزم بقى زي ما قلنا قبل كده في الميكانيزم، انه بمجرد الساكنج بيعمل ستيميوليشن للبرين والبيتوتري جلاند ان هي هتفرز من الهرمونز دول، واحد منه قلنا الاكسيتوسين، والاكسيتوسين ده المسؤول عن الليد داون. طيب في ايه تاني؟ keeping baby near to mother so she can see smell touch and respond to her baby، يعني مجرد هو يبقى قريب منها وجنبها ده في حد ذاته بيحسن من الاكسيتوسين ريفلكس. يبقى باختصار زي ما قلنا دي الحاجات اللي هي كلها بوزيتيف فيلينج دي بتزود الاكسيتوسين ريفلكس. طيب عرفنا بقى الفاكتورز اللي بتزود الاكسيتوسين ريفلكس، هنعرف بقى الفاكتورز اللي بتقلل الاكسيتوسين ريفلكس زي ايه. زي ما قلنا هناك البوزيتيف فيلينج، هنا هنقول النيجاتيف فيلينج هتقلل الاكسيتوسين ريفلكس. زي ايه بقى؟ زي البين، زي الستريس. اول حاجه اكستريم بين such as a fissured nipple or stitched from a cesarean birth or episiotomy. يعني ايه؟ يعني البين اللي الام بتبقى عايشه فيه، سواء كان بقى من عندها مشاكل في النبل او في مثلا غرز من السيزيريان سيكشن او في ابزيوتومي لو هي والدة نورمال، ايا كان الكوز بتاع البين، فهي محطوطة under stress او under extreme pain. extreme pain ده هيوصلها ان الموضوع ده هيبقى ليه علاقة بالاكسوسر ريفلكس وهيقلله. طيب بعد كده عندنا في stress from any cause including doubts, imprisonment or anxiety. يعني ايه؟ اي stress بقى محطوطة فيه سواء كان لأي سبب ايا كان بيقلل الاكسيتوسين ريفلكس. واخيرا عندنا نيكوتين او and alcohol. هننتقل دلوقتي بقى للcomposition of breast milk. البريست ميلك ده بيعدي بمراحل عندنا. ايه بقى المراحل اللي بيعدي بيها؟ اول حاجه كوليسترام، بعد كده ترانزيشنال، بعد كده ماتيور. كوليسترام ده اللي هو لبن الصرصوب اللي بيظهر بعد الولاده على طول في الايام الفيرست فيو دايز افتر ديليفري، دي اللي هي بتبقى من 1 لـ3 ايام بعد الدليفري. طيب ايه ترانزيشنال ده بقى؟ ده بيبقى الميلك اللي هو زي مرحله انتقاليه ما بين الكوليسترام لحد ما يوصل للماتيور ميلك اللي هو بقى البيبي بيفضل ياخد منه من عند 10 أو 14 يوم لحد ما يحصل بقى موضوع الوينج. طيب الترانزيشنال بقى ده بيبقى الفترة اللي ما بين الكوليستروم والماتيور، اللي هي الفترة من 3 أيام تقريبا لـ10 لـ14 يوم. طيب هنتكلم بقى دلوقتي عن الكوليستروم اللي هو أول حاجة في الكومبوزيشن بتاع البريست. يعني
يعني ايه الكوليسترول؟ is the breast milk that woman produce in the first few days after delivery. ده اللبن اللي بينزل من البريست في اول ايام بعد الولادة، زي ما قلنا من شوية ان هو من 1 لـ 3 ايام after delivery. طيب ايه الكاركترستكس بتاعته؟ it's thick and yellowish or clear in color، يعني بيبقى تقيل شوية and yellowish. تقيل ليه؟ دي اكيد ليها تفسير، السيكنس بتاع الكوليسترول ده لان البيبي اصلا بيبقى مولود بتبقى الجد بتاعته لسه برمه بالجد، يعني بتبقى كأنها لسه اماتيور، او ان هي مثلا محتاجه حاجه تخليها هيلسي اكتر، او زي ما يكون فيها ثقوب كده بسيطه ومحتاجه حاجه تسد الثقوب دي. الكوليسترول ده كونه بقى ان هو سك بيعمل لها كوتينج للبرمه بالجد دي وبيحولها لهيلسي جد، وهنا نقول سبحان الله. طيب it contains more protein than mature milk. ايه بقى البينيفيتس اوف كوليستروم ده؟ ايه فوائده؟ يعتبر الكوليستروم ده the first immunization، اول immunization البيبي بياخدها اللي هو الكوليستروم، وبالتالي طالما هو immunization يبقى هيزود الاميونيتي بتاعته، وبالتالي بما انه هيزود الاميونيتي فهيقلل الريسك الانفكشن. يبقى اول حاجه قلنا the first immunization، بعد كده it is rich in antioxidant growth factors proteins reduce the risk of infection fight cancer lower inflammation and finally promote a healthy gut. ده ما شرحنا قبل كده في السلايد اللي قبل كده. طيب خلصنا الكوليستروم، قلنا ان بعد كده بعد الكوليستروم في الكومبوزيشن بتاع البريست ميلك في عندي ترانزيشنال ميلك وفي عندي ماتيور ميلك. ترانزيشنال ده اللي هي المرحله الانتقاليه اللي اللبن بيعدي بيها ما بين الكوليستروم والماتيور ميلك، زي ما قلنا في البداية ان هو الكوليستروم راح لتلات ايام، بعد كده الترانزيشنال من 3 ايام لـ10 او 14 يوم، بعد كده الماتيور ميلك اللي هو من 10 لـ14 يوم لحد بقى ما يفضل البيبي يرضع لحد ما توقف الام رضاعة. طيب يعني ايه بقى ماتيور ميلك؟ the breast milk that is produced after a few days 10 to 14 days postpartum. يعني ايه؟ زي ما قلنا ان هو اللبن اللي بيبدا يتكون بعد 10 لـ14 يوم ده بيبقى ماتيور ميلك. طيب ايه الكاركترستكس بتاعته؟ the quantity becomes larger، كميه بتبقى اكتر بتاعته مش زي الكوليسترول ولا الترانزيشنال، and the breasts feel full hard and heavy، والبريست بيبدا يتملي بقى لبن ويبقى جامد لان هو مليان لبن وتقيل، فبالتالي ده ليه؟ علشان هو وصل لمرحلة الماتيور ميلك. احنا اتكلمنا عن الماتيور ميلك، هنتكلم بقى دلوقتي عن الفور ميلك والهايند ميلك اللي هما ضمن الماتيور ميلك. يعني ايه فور ميلك؟ فور ميلك is a milk that's produced early in a feed. في كل بريست فيد البيبي بياخدها في اول الفيد بيبقى فيه حاجة اسمها فور ميلك، بعد كده بيبقى فيه الهايند ميلك. الفور ميلك ده اللي بيجي في الاول وده بيبقى فيه ووتر اكتر ولاكتوز اكتر وبيسد عطش البيبي او بيروي عطش البيبي، بينما الهايند ميلك ده بيبقى فيه الفاتس فبيديله الاحساس بالشبع. طيب ايه الكاركترستكس بتاعت الفور ميلك؟ it's produced in larger amounts and it provides plenty of protein lactose and other nutrients. طيب اتكلمنا عن الفور ميلك، هنتكلم دلوقتي عن الهايند ميلك. الهايند ميلك is a milk that's produced later in a feed. يعني ايه ده؟ اللي هو الميلك اللي بيبقى في اخر البريست فيد اللي هو بعد الفور ميلك. هو خلاص البيبي اخد الفور ميلك وعطشه ارتوى، بعد كده وصل للهايند ميلك اللي هو في اخر الفيد، ده اللي هو بيبقى فيه مور فات وبيديله انرجي وبيحسسه بالشبع. طيب نقول الكاركترستيك بتاعته، هايند ميلك لوكس وايتر زين فور ميلك بيكوز ات كونتينز مور فات، يبقى فيه فات اكتر. ذس فات بروفايدز ماتش اوف انرجي اوف بريست فيد، يعني بتديله طاقه اكتر وبتحسسه بالشبع. عشان كده احنا في الهيلث اديوكيشن تبع البريست فيدنج لما بنيجي نقعد مع الامهات في اي ام سي اتش او اي مركز امومه او فاميلي هيلث، بنهتم جدا ان احنا نعرفهم ضرورة ان هي تقعد البيبي على بريست واحد في كل فيت،
يعني ما تنقلوش من البريست ده للبريست ده، فبالتالي هو هياخد الفور ميلك من هنا والفور ميلك من هنا، وهيجي مش هيوصل للهايند، فمش هياخد الكمية الفاتس اللي محتاجها ولا الانرجي اللي محتاجها، ومش هيشبع، وده غلط طبعا. ننتقل بعد كده بقى للاكسكلوزيف بريست فيدنج. يعني ايه اكسكلوزيف بريست فيدنج؟ ال WHO قالت لنا ان الاكسكلوزيف بريست فيدنج ده عبارة عن ايه؟ is defined as a practice of only giving an infant breast milk for the first 6 months of life, no other food or water. يعني ايه؟ يعني ان انت اول 6 شهور من حياة البيبي ما تدهوش اي حاجة، only breast feeding، ولا مية ولا ينسون ولا كراوية ولا بيبي درينك ولا كل الهبل اللي احنا بنديه ده. يبقى المفروض only breast feeding لحد 6 شهور، ده exclusive breast feeding. ننتقل بقى دلوقتي للكريتيريا for successful breast feeding. يعني ايه بقى criteria for successful breast feeding؟ يعني ايه الحاجات اللي تخليني يعني اوصل ان انا البريست فيدنج بتاعي يبقى سكسسفول مش اديكوت؟ لان انتوا دايما بتتلخبطوا ما بين السكسسفول والاديكوت. الاديكوت ان هو يبقى كافي والبيبي يشبع وينام ويبقى كل حاجة عنده تمام فيسيولوجيكالي. اما السكسسفول بريست فيدنج حاجة ثانية. طيب ايه الخطوات يعني الناجحة اللي انا بعملها عشان اوصل البريست فيدنج ان هو يبقى سكسسفول؟ اول حاجة رومينج ان، بعد كده doesn't use pacifier، مستخدمش السهاية، an infant cry for food is the last sign of hunger. يعني ايه؟ يعني البيبي بتاعي اول ما يعيط ده مش معنى كده ان هو جعان، لا طبعا، ده اخر حاجة ان هو يبقى جعان. ما وصلوش للمرحلة دي لان هتبقى في signs تانية of hunger هتظهر عليه. زي ايه مثلا؟ زي ان هو هيحرك الروتينج ريفلكس، ان هو يحرك راسه يمين وشمال ويقعد يدور كأنه بيدور على البريست، زي ان هو هياخد ايديه هيحطها في بقه وهكذا. لكن ان هو يوصل ان هو يبقى في كراينج ده اللاست ساين اوف هانجر، فانا مستناش لما يوصل للمرحلة دي عشان اعمل له بريست فيدنج. طيب بعد كده ايه بقى في الكريتيريا بتاعت سكسسفول بريست فيدنج؟ don't give infant any fluids before, after or between breastfeeding. ان انا ما اديش اي fluids مع البريستفيدنج. طيب يبقى دي كريتيريا بتاعت successful rooming in، ما اديش بس fire، ما اديش fluids، ان crying ده the last sign of hunger. احنا عرفنا الكريتيريا for successful breastfeeding. يعني ننتقل دلوقتي للكريتيريا for adequate breastfeeding. يعني ايه الحاجات اللي تبين لي ان البريست فيدنج ادكويت وكافي والبيبي كده تمام؟ اول حاجه infants calm and satisfied after feeds، يعني البيبي بتاعي هادي وشبعان وزي الفل. بعد كده infant sleeps well 3 to 4 hours after feed، ان هو بقى ينام ويرتاح بعد ما اخد البريست فيدنج بتاعه، ينام ويرتاح. يعني ايه؟ يعني ما ينامش دقيقتين وكل دقيقتين الاقيه صاحي يعيط وسكت وينام تاني كده، لا غلط. بعد كده normal weight gain بتاعه، ان هو يمشي بقى في النمو الطبيعي بتاعه للوزن، يعني وزنه يزيد، ما يبقاش قدام البيبي بيقل في الوزن او ثابت وابقى انا شايفة كده ان هو طبيعي، لا، المفروض ان هو كل اسبوع هيزيد معايا من 150 ل 210 جرام. طيب بعد كده infant is passing enough clear or pale yellow urine. يعني ايه؟ يعني اليورين بتاعه هيبقى كلير او بيل، بحيث ان هو ما يبقاش يعني concentrated، فده يأكد لي ان هو مش بياخد البريست ميلك الكافي لي. مجرد ما انا اشوف اليورين بتاعه كلير فاطمن ان هو كده adequate، and it is not deep yellow or orange، ان هو مش هيتحول بقى لاصفر غامق or concentrated زي ما قلنا، او يوصل بقى الاورنج لا قدر الله. طيب بعد كده عندي ال infant has enough bowel movement. enough bowel movement يعني بيعمل بقى defecation بتاعه كويس، يعني مش بيعمل يورين بس كويس، ده كمان بيعمل stool كويس والحركة ال bowel بتاعته كويس. finally your breasts feel softer after you feed your baby. بعد ما بدي ال breast feeding بعدها الام بتحس ان ال breast بتاعها يعني بقى فاضي، ان هو مش زي ما كانت بادية البريست فيدنج. يبقى دي الحاجات اللي بتبين لي
انا اديت بريست فيدنج ادكويت ولا لا. بعد ما اخدنا الكريتيريا للسكسسفول بريست فيدنج والكريتيريا الادكويت، في حاجة مهمة جدا في البريست فيدنج ان انا بعرفها، هي اللاتشون. يعني ايه اللاتشون؟ اللاتشون دي ان هو البيبي يمسك النبل بطريقة كويسة او يبدأ البريست فيدنج الصح. اللي هو ازاي بقى؟ ان هو هنمشي بالخطوات زي ما باين قدامكم في السلايد كده، 1 2 3 4. 1 اول حاجة هي جاست ان هي الام طلعت البريست بتاعها وظبطت البوزيشن بتاع البيبي، مش هتديله النبل على طول، لا هي هتقرب منه بس. تاني حاجة هتقرب منه، تالت حاجة هتقرب الطفل لحد ما يفتح بقه لأقصى درجة. يعني مش هتديله النبل برضو بمجرد ما يفتح بقه حاجة بسيطة، هتستنى لما البيبي يفتح بقه لأقصى درجة بعد كده تديله النبل. وبكده هيحصل اللاتش اون ان هو فتح لأقصى درجة، فهياخد النبل والإيرولا اللي حواليها وهيبقى فيه correct latch on. طيب اعرف منين بقى ان مفيش latch on كويس او signs of incorrect latch؟ اول حاجة بيبقى فيه milk leakage، يعني اللبن بيبقى واقع، بيقع كده ما بين النبل والبق الطفل، بلاقي فيه milk leakage، ده بيدل على ان مفيش latch on كويس. تاني حاجة بيبقى فيه clicking sound. clicking sound اللي هو صوت، مش صوت السوالوينج، لا ده صوت كليكنج كده ان هو في اير داخل مع السوالوينج، عشان هو مفيش لاتش اون كويس. طيب تالت حاجة نو سوالوينج ساوند، ان هو مفيش صوت البلع الطبيعي اللي هي بتحسه. وبالتالي اعرف من كده ان هو طالما في ميلك ليكج وطالما في اير داخل مع الميلك اللي داخل للبيبي، فهيحصل كريكنج ساوند ومفي سوالوينج ساوند. اعرف من كده ان مفيش لاتش اون كويس، وبالتالي ده يبقى انكوريكت. ننتقل بقى دلوقتي للميثودز اور ويز اوف بريست ميلك اكسبريشن، يعني ازاي الام هتعمل بريست ميلك اكسبريشن. اول حاجة عندي، وهي يعني دي حاجة معروفة، اللي هي الهاند اكسبريشن. الهاند اكسبريشن دي طريقة سهلة، ولكن بتبقى الكوانتيتي بتاعت الميلك اللي بتطلع معايا من الهاند اكسبريشن بتبقى قليلة شوية، وبتبقى الطريقة مجهدة شوية لان انا باخد وقت، وبالتالي الكوانتيتي بتبقى قليلة، فهحتاج وقت اطول عشان اوصل لكوانتيتي كويس. طيب ايه بقى الميثودز التانية؟ تاني ميثود بقى اللي هو المانيوال بامب، اللي هو اللي احنا عارفينه كل الشفاط اللي بيتجاب من الصيدلية، وده اللي احنا مجرد جوست بس ما احنا بنعمل بامبنج على الجزء الرابر اللي فيه في الاول، ده اللي الست حاطه ايديها عليه. مجرد ما بيحصل الميلك بيبقى اكسبريسد من البريست، وده سهل جدا وفي متناولنا كلنا، واسهل طريقه واحسن طريقه. طيب يبقى احنا اتكلمنا عن هاند اكسبريشن وقلنا ان هو ده يعني بيبقى سهل، ولكن الكوانتيتي بتبقى اقل وبيحتاج مني يفورت ان انا اعمله، فبالتالي هاخد وقت اطول. تاني حاجة المانيوال بامب ده، وقلنا اللي هو ده سهل. طيب تالت حاجة بقى الاوتوماتيك او الالكترونيك بريست بامب زي ما انتم شايفين في الصورة كده. طيب احنا بعد كده خلصنا البريست ميلك اكسبريشن، عرفنا ان هو ايه الطرق بتاعت البريست ميلك اكسبريشن، في منها الهاند اكسبريشن وفي المانيوال وفي عندي الالكترونيك اكسبريشن. طيب انا بعمل اكسبريشن ليه والام بتعمل اكسبريشن ليه؟ علشان تعمل ستورج للميلك ده، عشان لو هي بتشتغل مثلا وهتسيب البيبي بتاعها مع اي كير جيفر مهما كان بقى في نيرسري سكول او مثلا مع حد من الفاميلي بتاعتها هيقوم بدورها مع ابنها لحد ما ترجع، لو هي مثلا وركر وومن. طيب بتسيب البيت ايا كان لظرف من الظروف، فبتسيب بريست ميلك عشان هي مثلا في اول 6 شهور مثلا وعايزه تدي له اكسكلوزيف بريست فيدنج. طيب انا بقى عملت الميلك اكسبريشن، اخزن بقى الميلك بتاعي ازاي؟ اول حاجه عندنا اللبن ده بيتخزن في كذا حاجه، يا اما عندي في روم تمبريتشر، يا اما عندي في ايس باكس، يا اما في ريفريجيتور، يا اما في فريزر، وهنعرف دلوقتي ايه درجات الفريزر. اول حاجة عندنا في الروم تمبريتشر، البريست ميلك بيقعد في الروم تمبريتشر من 6 ل 8 ساعات،
بعد كده بقى البريست ميلك برضو بيقعد معانا في الايس باكس، او ممكن الستورج بتاعه ينفع لحد 24 ساعة. حد قد ايه 24 ساعة؟ يبقى قلنا في الروم تمبريتشر من 6 ل 8 ساعات، في الايس باكس لحد 24. بعد كده عندي برضو في البريست ميلك ستورج عندي الميلك مي بي سيفلي ريفريجيتور. يعني ايه بقى؟ ان هو بيقعد في التلاجة معانا قد ايه؟ فور اب تو 5 دايز، لحد 5 ايام بيقعد معانا في التلاجة. احنا قلنا في الروم تمبريتشر من 6 ل 8 ساعات، في الايس باكس بيقعد لحد 24 ساعة، في الريفريجيتور بيقعد 5 ايام. ولكن في الريفريجيتور مش في اي مكان. store milk in the back of the main body of the refrigerator where the temperature is the coolest. يعني بحطه في الجزء اللي هو الرئيسي في التلاجة، ناحية جوه اللي هو اسقع او ابرد جزء في التلاجة. طيب لو عايزين الاستورج ده بقى يبقى في الفريزر، هيقعد معانا لحد قد ايه يبقى صالح ان انا ادي منه البيبي بتاعي؟ الفريزر بقى عندي في فريزر بيبقى سيبريتد عن الريفريجيتور، وعندي في فريزر بيبقى انسايد الريفريجيتور اللي هو بتاع زمان، بتاع ايام زمان ده. لو الفريزر جوه التلاجة ده هيقعد معايا اسبوعين، لو الفريزر سيبريتد عن التلاجة هيقعد معايا من 3 ل 6 شهور، 3 to 6 months. طيب لو هو deep freezer that's opened infrequently and maintains ideal temperature ده هيقعد معايا من 6 to 12 months. يبقى عندي لو في تلاجة بس هيقعد 5 ايام، لو في freezer ده لو جوه تلاجة زي التلاجات بتاعت زمان ده هيقعد معايا اسبوعين، لو فريزر منفصل عن التلاجة هيقعد معايا من 3 ل 6 شهور، لو ديب فريزر بس مش بفتحه كتير ومحتفظ بالتمبريتشر الايديال ده هيقعد معايا من 6 ل 12 شهر. وده يبقى عرفنا الميلك البريست ميلك ستورج بيقعد في كل مكان قد ايه، بداية من الروم تمبريتشر 5 ساعات، 6 ل 8 ساعات، بعد كده الايس باكس 24 ساعة، التلاجة 5 ايام، الفريزر لو هو انسايد الريفريجيتور هيبقى 2 ويكس، لو هو سيبريتد عن الريفريجيتور هيبقى 3 to 6 months، لو ديب فريزر مش بيتفتح كتير ومحافظ على الايدل تمبريتشر هيبقى 6 to 12 months. طيب عندنا general guidelines كده في البريست ميلك ستورج بقى والبريست ميلك اكسبريشن. اول حاجة بقى عندنا ايه؟ هاند ووشنج. لازم طبعا هاند ووشنج، لان احنا عارفين لو ما اتبعناش الهاند ووشنج في اي حاجة هيبقى في سورس انفكشن، احنا مش عارفين ايه الانفكشن دي، ودي طبعا هتأذي طفلي. تاني حاجة use containers and pumping equipment that have been washed in hot soapy water and transit. يعني ايه؟ يعني بستخدم الكونتينر بتاعي بيبقى نظيف، والبامبنج اكوبمنت او الاكسبريشن اللي انا هستخدمه ايا كان بقى هو مانيوال ولا اوتوماتيك يبقى نظيف، يبقى مغسول كويس تحت مية بصابون سخنة وتحت حنفية. طيب بيقول لي boiling the container after washing is recommended. يعني ايه؟ بعد ما بغسل الكونتينر او الببرونة مثلا اللي انا اخزن فيها او الكونتينر ايا كان هو، مثلا ازاز، علبة مثلا، او ايا كان هو ايه، الافضل ليا ان انا اغليه بعد ما غسلته. طيب يبقى احنا كده اول حاجة هاند ووشنج، بعد كده الكونتينر نتأكد ان هو اتغسل كويس ونغليه كمان بعد ما نغسله، بعد كده استور ان سمول بورشنز تو مينيمايز ويست. ده معناه ايه؟ بيقول ان الكونتينرز يعني اللي انا هخزن فيها تبقى صغيرة عشان نقلل الويست. يعني انا مثلا هحط كمية صغيرة من بريست ميلك في حاجة صغيرة بحيث ان انا لما اطلعها هستخدمها مرة واحدة، ما اطلعش مثلا كمية كبيرة، استخدم جزء صغير او البيبي ياخد جزء صغير من البريست ميلك والباقي اعمل له ويست، فكده انا هدرت كمية من بريست ميلك وحرام ان هي تروح على الفاضي. طيب بعد كده بيقول لي don't fill the container, leave some room as top cause breast milk expands as it freezes. يعني ايه؟ يعني بيقول لي وانت بتملى الكونتينر ما تملهوش للاخر او للتوب اوف كونتينر، خلي فيه حته فاضيه لان مع الفريزنج البريست ميلك ده هيحصل له اكسباند وهيملى الكونتينر.
بعد كده بقولي label containers clearly with a waterproof labels and ink، يعني اكتب على الكونتينر بحاجة او بقلم ما يبقى ووتر بروف، ما يتمسحش مع ما احطه في الفريزر او التلاجة، اي نقطة مية تيجي عليها يروح. والليبل برضو يبقى ووتر بروف بحيث ان هو ما يروحش او يتزحلق من على الكونتينر او ورق او يتبوش. تمام. طيب indicates a date that the milk was expressed and the child's name for daycare، يعني ايه؟ واكتب عليها بقى ايه الديت اللي انا عملت فيه اكسبريشن، تاريخ الاكسبريشن والتشايلد نيم، عشان لو سبته او لو عندي اكتر من تشايلد او لو انا بوديه مثلا حضانة فما يتلخبطش مع البريست ميلك بتاع البيبي التاني او بتاع التشايلد التاني، فانا هحدده باسم التشايلد وهحدده بتاريخ الاكسبريشن، عشان برضو زي ما قلنا في الاستورج لكل حاجة ليها صلاحية في مكان معين، فبالتالي يبقى انا اخد احتياطاتي. هنتكلم بقى دلوقتي عن ثروينج اور وورمينج الميلك، ازاي ادفي او افكك البريست ميلك ده اللي هو متخزن عندي ايا كان في تلاجة في فريزر ايا كان. اول قاعدة في الثروينج او الوورمينج the oldest milk should be used first، يعني انا لو عندي في التلاجة حاطة كذا كونتينر بكذا تاريخ هشوف اقدم تاريخ واجيبه استخدمه هو الاول. طيب بعد كده throw milk by placing it in the refrigerator at night before use or gently rewarm it by placing the container under warm running water or in a bowl of warm water. يعني ايه؟ يعني وانا بفكك البريست ميلك ده احطه في التلاجة من بالليل او احطه بالراحة كده تحت running water running warm water، او الطريقة الثالثة ان انا احطه في باول فيها warm water، بس ما احطوش بقى لا في بوتاجاز ولا في مايكرويف ولا اي حاجة من الحاجات دي. يبقى دي الطرق بس اللي انا بعمل بيها throwing او warming، يا اما بحطه من بالليل لو هو في فريزر احطه في التلاجة من بالليل لحد الصبح هيبقى كويس معايا وهيفت، يا اما هعمل له احطه تحت running warm water او هحطه في باول فيها warm water. بعد كده بيقول لي don't let the level of water from the tap touch the mouth of the container، يعني ما سيبش الحنفية مية الحنفية توصل التوب بتاعت الكونتينر او الماوس بتاع الكونتينر، فبالتالي هيدخل مية على البريست ميلك اللي عندي وده طبعا مش صح. بعد كده milk may be kept in the refrigerator for 24 hours after it is thrown، يعني ايه؟ يعني اللبن اللي انا فكيته ده ممكن يقعد في التلاجة لمدة 24 ساعة بعد ما اتفك، ولكن مش اكتر، بشرط ان هو اللبن يبقى اتفك بس ما يبقاش البيبي اخد منه يعني شوية من الرضعة وتبقى شوية فاشيلهم 24 ساعة، لا الحالة دي هيترموا. لكن لو هو ما اخدش منه وجاست ان هو فك بس فده هرجعه التلاجة لمدة 24 ساعة عادي. وزي ما قلنا برضو never use a microwave oven or stovetop to heat the milk، مش استخدم لا بوتاجاز ولا مايكرويف علشان ادفي الميلك او اخليه يفك. طيب this may cause skull spots and will also destroy antibodies، ان هي بقى هتكون لي بقى مكونات هتكسر لي الانتيبودز اللي في الميلك وهيحصل بقى انترفير مع المكونات بتاع البريست ميلك وده مش كويس. فاحنا قلنا ان احنا هنفكه بثلاث طرق، اللي هو يا اما اسيبه من بالليل في التلاجة فالصبح هيبقى كويس، يا اما اسيبه في كونتينر او باول فيها warm water او احطه تحت running warm water. طيب في بعد كده بيقول لي swell the container of milk to mix the cream back in and distribute the heat evenly don't stir the milk، يعني ايه بقى؟ يعني اجيب الكونتينر ادوره بس كده فوق لتحت او من تحت لفوق ادوره بس، اللي هو اقلب الكونتينر كده بالراحة don't stir the milk يعني ما رجوش، يبقى انا جاست بس ان انا احرك الكونتينر من تحت لفوق بس مش هرجه. طيب الميلك ليفت ان ذا فيدنج كونتينر افتر فيدنج شود بي ديسكاردد اند نوت يوزد اجين، زي ما قلنا ان هو هيقعد في التلاجة بس لو فك بس هيقعد 24 ساعة بعد ما فك، ولكن لو البيبي اخد منه في الرضعة فهرميه خلاص
طيب بقولي as with all foods don't refreeze breast milk once it's thawed or partially thawed، يعني ايه؟ بمجرد ان هو فك مش هرجعه في الفريزر تاني. انا بس الحالة الوحيدة اللي ممكن اعملها ان انا ارجعه التلاجة 24 ساعة لو هو فك والبيبي ما اخدش منه، لكن لو البيبي اخد منه او حتى فك بس مش هينفع في اي حالة من الحالات دي ان انا اعمل له ريفريزنج تاني. وبكده يبقى خلصنا البريست فيدينج. هو اي نعم مش البريست فيدينج اللي خالص، يعني البريست فيدينج موال طويل، ولكن الجزء المكرر عليكم من البريست فيدينج. ثانك يو.